اليد زاد مريض، منين تزاد مريض بمرض الصرع، وما كيشوفش ما كيهضرش، الراس ما زاقيش، ما كينوضش، ما تيقعد، ما والو. متبع عليه في سبيطار محمد السادس، وكنطلب من الله والمحسنين خوتي المغاربه يتعاونوا معايا على هاد الوليد، لانه عنده مصاريف بزاف، ما حدو تيكبر والمصاريف تتزاد، وانا ما خدامه ما والو، عايشه مع الوليد ديالي كاريه وعايشه انا معاه، وتزاد هاد الوليد هكا وما كينعش، كيرد الدم، عنده فقر الدم الحاد، تيرد حتى الدم والو، الدواء وصافي والجرا، وتنقعد لي قعد وتيزيد الدم، تيخصو الدم. الجرا وصافي تنعاني معاه بوحدي وصافي. كنعس ما كنشوفو، تنبقى معاه هكا ديما ليل ونهار، وانا في الدار مسجونه ومقابله، والحمد لله، اللهم لك الحمد، عطاني الله هاد النعمه، الحمد لله والشكر لله. الوالده ديالي اللي تتعاوني، الوالده ديالي عايشه معاها هي اللي تتعاوني، هادشي اللي كاين. تنطلب من الله الجيران هكا، الا خرجت هكا وشي حد عطاني شي بركه ولا شي حاجه تنتقدا ليه، ما انا ما خدامهش، حتى بغيت نخدم ما كانش اللي يشدو ليا، ما تعرفش الوالده ديالي تعطيه الدواء، حيت الدواء بالعبار وسميتو ما تعرفش ليه نهائيا. تنطلب من الله الدواء، مصاريف ديالو الدواء ولي كوشو، راه عيد الدواء راه مصروف، ما نقدرش عليه، ما نقدرش عليه. تنطلب من الله وخوتي المحسنين يتعاونوا معايا على هاد الوليد، يديروه ولدهم ويديروني انا بنتهم، ويتعاونوا معايا على هاد الوليد. وتنطلب من جلالة الملك يشوف هاد الفيديو ويشوف هاد الوليد ويشوف من حاله، انت النشد وزير الصحة والعمدة مراكش ولي جهات مراكش، يتعاونوا معايا ويشوفوا الحالة، يجيو يشوفوا بعينهم، حيت هادشي تنقولوا يجيو يشوفوا ويتأكدوا بعينهم ويشوفوا كل شيء. هادشي اللي تنطالب، يتعاونوا معايا على هاد الوليد، الله يرحم ليكم الوالدين. فعلوا الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.